السلام عليكم، كيف أكون مبرمج ناجح؟ كلنا عارفين إن البرمجة دلوقتي دخلت في حياتنا بشكل يومي وبشكل مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه، وعشان كده بقى في وظائف كتيرة جدا جدا مطلوبة في مجال البرمجة، هي وظيفة المستقبل، وناس كتيرة جدا ابتدت تتجه إلى البرمجة، شغلانات كتيرة جدا ما بقاش عليها الطلب زي الأول بسبب البرمجة. مبدئيا كده مهم ان احنا نختار مجال من مجالات البرمجة ونتخصص فيه. من اشهر مجالات البرمجة هم 4 مجالات، وفي مجالات كتيرة جدا، بس انا اقول لكم على اشهر 4 مجالات في السوق حاليا. هو اول مجال هو مجال الويب، يعني بيعمل مواقع الكترونية. المجال التاني مجال اندرويد، هو بيعمل تطبيقات للاندرويد، اللي هو الأجهزة زي السوني، زي أجهزة السامسونج، زي الـ HTC. المجال الثالث هو مجال الـ iOS، هو بيشتغل على موبايلات الآيفون وعلى الآيباد. المجال الرابع هو الجيمز، الألعاب، بتشتغل على PC أو بتشتغل على الهواتف المحمولة. بعد ما تختار المجال اللي انت شايف نفسك فيه أو اللي انت حابب تدخل فيه، مهم ان انت تتعلم لغة برمجة في المجال ده. لغات البرمجة زي مثلا الويب، في PHP وبايثون، وفي لغات كتيرة جدا، بس يمكن أشهر لغة للويب هي PHP. للأندرويد في الجافا وفي الكوتلين، بالنسبة للآيOS في السويفت والأوبجكتيف سي، بالنسبة للجيمز C++ وC#، وفي لغات تانية كتير يمكن أشهرهم C++ بالنسبة للجيمز. كل لغة من اللغات دي ليها حاجة اسمها إطار، أو أغلب اللغات ليها حاجة اسمها إطار أو فريمورك. إيه فريمورك وليه مهم تتعلم الفريمورك؟ لأن بتسهل كتير جدا تتعلم لغة البرمجة دي، بتسهل كتير جدا في كتابة الكود، في الشكل التنظيمي، في الوقت، في الجهد، فبقت تطلع بروجكت بسرعة جدا وسهولة. معنى كده إن أنت مهم الأول تختار مجال، تاني حاجة تختار اللغة اللي هتشتغل عليها، تالت حاجة تختار الإطار اللي هتشتغل عليه أو الفريم ورك. أنا مش هقولك تختار أي مجال أو تختار أي لغة أو تختار أي فريم ورك، لأن اهتماماتك غير اهتماماتي، وأنت ممكن تحب حاجة غير اللي أنا بحبها والعكس. فدي بقى النقطة دي بتاعتك، ومهم جدا إن أنت تسعى فيها وإن أنت تبحث فيها. وأطمنك إن في إشارة مهمة جدا هقولك عليها، في حاجة مهمة جدا هتقولك إن أنت اخترت صح ولا لأ. وأنت بتتعلم، وأنت بدأت تشوف فيديو عن المجال اللي أنت اخترته أو الكورس اللي أنت اخترته، بتلاقي حاجة من الاثنين، يا إما بيبقى عندك شغف إن تتعلم زيادة وتطبق والكلام ده كله، يا اما بتلاقي عكس الكلام ده تماما، بتلاقي في حاله نفور، في حاله انت مش قادر تطبق، في حاله ان انت مش عايز تقعد، في حاجات كتير جدا مفيش حافزيه. فالاشاره الاولى الاشاره ايجابيه، الاشاره الاولى بتقول لك ان المجال ده انت تقدر تبقى فيه حاجه، ان انت تقدر تكمل فيه، دي اشاره ايجابيه جدا. الاشاره الثانيه السلبيه بتقول لك اقف، لو تكررت الاشاره دي كتير معناها بتقول لك اقف، غير لغه البرمجه او غير الاطار او غير المجال. زي ما بيجينا في اي شغل غير البرمجه، يعني انا اشتغلت كذا شغلانه قبل البرمجه، وكان في مؤشر سلبي كان دايما بيجي لي وكنت دايما بتجاهله، وكان بيأثر عليا سلبيا، ان انا عايز مستني موعد الانصراف، ان انا مش عايز اروح الشغل، عايز اصحى متاخر، عايز اروح متاخر. كل دي اشارات سلبيه بتقول ان انت مش في المكان المناسب. عكسها لما بدأت في البرمجة، أنا كنت بقعد بال 12 و16 ساعة على الكمبيوتر، مش عايز أقوم، حبا قبل ما يجيلي منها دخل وقبل ما يجيلي منها وظيفة. فأنت لو وصلت للمرحلة دي تأكد إن ده المجال اللي هتبدأ فيه. النقطة الأخيرة اللي هتكلم فيها اللي هي الجهاز، مهم إن PC بتاعك يكون إمكانياته كويسة. ليه؟ لأن كل ما يكون PC إمكانياته كويسة، كل ما يكون أو اللابتوب، كل ما يكون مريحك انك تشتغل عليه. بالنسبه للمتطلبات الـ4 مجالات دول بالترتيب كده، الويب بياخد اقل امكانيات، الجهاز عادي بيشتغل على اقل امكانيات، الاندرويد
بعد كده الاي او اس، واكتر حاجه هو الجيمز، لانه بياخد منك كارت شاشه ورامات كبيره جدا، فمحتاج جهاز بامكانيات كبيره. ملخص بقى للي فات ده كله، هقول اربع نقط اساسيه. اول حاجه اختار المجال البرمجه اللي انت هتتخصص فيه. تاني حاجه اختار لغه البرمجه اللي انت هتشتغل عليها. تالت حاجه اختار فريم ورك اللي هتشتغل عليه. رابع حاجه ما تنساش الاشاره اللي هتجيلك، هي اشاره ايجابيه هي اشاره سلبيه، ما تتجاهلش الاشاره نهائي. شكرا.